كيف كان؟ إن شاء الله تكونوا بخير. حقيقة يعني بصراحة يا برج السرطان، في منكم اللي حاسس حاله وحيد من الوضع، يعني قافل على كل شيء وخلاص دار ظهره وكأنه فقد الأمل. ويعني أنا بشوف إنه يعني بعده بيحب الشخص هذا، بس عم شوف حالته يعني حاسس بالوحدة، فممكن يكون الشخص هذا يعني متزوج، يعني إنه طالع لي الورقة هذي كتير، أو تزوج، ولكني شايفاه بعده متمسك فيك يعني، ومتمسك يعني إذا كان حدا تاني يعني متمسك بالطرف التاني. فممكن يكون مش قادر يعني، ممكن يكون يعني مش قادر يختار بيناتكم، أو بفكر بالزواج منك يعني في وجود الطرف الثالث، لأني شايفك تعرضت لخيبة أمل كبيرة خلتك تبعد وتتغير، وكأني شايفاك مخبي، يعني مخبي مختفي ومخبي حزنك جواتك، كأنك حدا وحيد، كأنك بغرفة وما حدا قادر يساعدك. يعني أنا حاسة إنه الشخص هذا يعني محتاج مساعدة ودعم، كأنك عم تسأل حالك ليش صار معي أنا هذا الشي، ليش حظي هيك؟ ليش كل ما بلش الشغلة هذه يعني بيصير هيك؟ ليش ما في حظ؟ وليش ما في حدا ساعدني؟ والشخص هذا شايفاه كأنه عارف إنه سبب لك حزن حقيقة. حقيقة شايفة يعني عم شوف في حسرة بقلبك، كأنها يعني مخلية مكان لليأس، شايفة الماضي مأثر عليك أو الظروف اللي حواليك، حاساك يعني حابب ترتاح، كأنك رايد تروح على مكان تكون فيه لحالك لترتاح يا برج السرطان، وتستشفي وتضم حالك بحالك، لأنه هذا هو الشي الصح. أنت لازم تعمل استشفاء لمنكم اللي في الوضع هذا، لازم أول شي تعمل استشفاء لحالك وتحب حالك. فحب بشرك إنه في تغيرات جاية بطريقك يا برج السرطان. فشو بيقول لك التارو في الوضع هذا؟ إنه المساعدة حواليك، وأفضل شي تعمله إنك تتقرب من الله وتدعي وتعمل مديتيشن، يعني تدعي يعني من قلبك جواتك، وتفكر تفكير إيجابي بغض النظر عن الشغلات اللي صارت، لأنه في النهاية الحزن ما رح يزيدنا غير مشاكل، مرض وقلق، و يعني ما راح يخليك تشوف الشغلات والفرص اللي عم تمر من جنبك. فحب اقولك انه في تغيرات جاية بحياتك يا برج السرطان، لانه طالعة لك ورقة الشمس، في احداث وشغلات ايجابية جاية بطريقك، وهي علامة على فرحة، لأنه جاية لك ورا ورقة الشمس ورقة الحب. راح أوريها لك يا برج السرطان. أنا سحبت أوراق لحتى أفسره أكثر. طالع لك ورقة الحب يا برج السرطان ورا ورقة الشمس، في يعني شغلات حلوة جاية بطريقك وفرحة، فالشمس راح تطلع وراح تضيء، راح تضوي طريقك، يعني إما ستصبح العلاقة هذه أكثر انفتاحا، أو أنها ستنتهي للسماح لعلاقة أفضل للحصول عليها، لأنه الشمس هي تشير إلى أشياء إيجابية، احتفال، ممكن خطوبة،
عمل يليق بمقامك، زفاف، وفي شيء يعني في باب يا أرجع الأوراق لمكانهم، في باب راح ينفتح لإلك. يعني الأمور إجت مرتبة، يعني مو معقول تكون صدفة يا برج السرطان. في باب راح ينفتح لك، شو إجا فوق الشمس، في باب راح ينفتح لك، ففي بداية جديدة، أو راح تلتقي يعني مع شخص قريبا، شخص جديد، وهذا الشخص سوف يوفر لك شعورا بالأمان والاستقرار. خليني أشوف طاقتك يا برج السرطان. حقيقة راح أحط الأوراق عشان تشوفوها، راح أوريها لكم. فشايفة كأنه عم تفكر بناس من الماضي، ناس كنت بتحبهم، ممكن تكون العيلة، لأن هذه قراءة عامة، ممكن تكون العيلة أو شخص أنت حبيته. يعني كأني حاسة إنه الشخص هذا متزوج أو أنتوا بعلاقة ثلاثية، لأني يعني حاسة إنه الشخص هذا يعني كأنه غير متزوج، طاقة ثلاثية، لأني شايفك غير راضي، غير راضي يا برج السرطان تماما على الشيء اللي صار. يمكن لأنه كانت عندك أمنية ضاعت، لأني شايفاك كأنك عم تفكر بموضوع يا برج السرطان، يا برج السرطان كأنك بمفترق الطرق، أو عم تفكر بحدا بعيد عليك. اكتشفت سواء إنه متزوج أو على علاقة بشخص تاني، لأني عم شوف في مسافة يعني بيناتكم. احتمال كل واحد يكون في بلد أو محافظة، يعني المهم في مسافة، أو الشخص هذا بعيد عليك وطلع من حياتك، ولكني شايفة بعده في تواصل. فكأني حاسة إنه أنتو صلميت، طالع لكم ورقة مرتين يا برج السرطان، برج حنون. شايفاك راح تاخد موقف، وهذا هو الشي الصح. وفي عندك بداية جديدة، في بداية جديدة جاية بطريقك، فممكن مع شخص جديد يعني، أو شخص من الماضي يعني بعدت عن بعض يعني هيك، ولسه في ذكريات. شايفة كأنك يعني عم تطالب يعني بعدالة أو بحكم، عم تستنى شيء قرار. فشايفك أنا يعني مرتبط بالماضي، وبعدك قابع فيه، يعني كأنه لسه ما طلعت من الماضي بشكل نهائي. كأني عم شوف في حالة من الافتقاد يا برج السرطان. شايفاك بتراقب الشخص هذا، وشايف انه الفرح كذلك في منكم، اللي عم شوفه تجاوز الوضع هذا، وصار الموضوع ما عم يفرق معه، وصار عم بفكر بحاله وبحياته. وانا بهني الناس اللي وصلوا للنقطة هذه. خلينا نرجع، حابة أقول شيء، كأني عم شوف يعني في منكم اللي متطلقين، والشخص هذا كأنه عم بفكر يرجع لإلكم. فاحتمال يكون تكون شي شغلة في الموضوع هذا بالأيام الجاية للناس اللي متطلقين. القراءة هذه راح تبتدي من 22 إلى 20 أو زيادة شوي، في الشهر اللي وراه يعني نوفمبر. فيعني لأني عم شوف الشغلة هذه واردة عندي كتير، راح نرجع لنكمل
فمثل ما قلت لك، والورقة الشمس كذلك قد تشير إلى فرصة جديدة ستغير مسار حياتك يا برج السرطان، لأنه شايفة عندك في بداية جديدة وفي تجاوز العراقيل كانت واقفة بطريقك، راح تتجاوزها أو كانت واقفة بالعلاقة. يعني ممكن تكون شي عراقيل واجهتك، يعني شغلات بالعلاقة هي دي طالعة لك ورقة السفن، مع إني شايفة في ناس يعني بعدهم شايفاهم متعلقين، يعني مثل ما عم تشوفوا متعلقين بشغلة، ممكن يكونوا متعلقين بشي حاجة من الماضي هيك، أو عم تشوف الموضوع هذا معقد، وأنا برجح الموضوع هذا أكتر. هذا بيقول لك الورق يا برج السرطان يدعوك الورق إلى التفاؤل والإحساس بالثقة والشجاعة واتخاذ الخطوة التي يتطلب منك القيام بها الآن. فكر في اللحظة هذه، ما تفكر يعني في شغلات لسه جاية بطريقك، فممكن الأمور ستنقلب لصالحك، واتخاذ يعني الخطوة التي سيتطلبها منك إنجازها يعني اليوم، يعني إنجاز الأمور وإنهاء ما بدأت. في عندي أبراج حابة أقولهم بس ما أنسى، يعني كل الأبراج صراحة موجودة، بس عم شوف الطاقة الهوائية كثيرة، طاقة ترابية، ثور، عذراء، البرج الثالث ميزان، كذلك الميزان بصراحة موجود معنا، ميزانيات موجودات عنا، في برج القوس والحمل والأسد، الأسديون كذلك، التوريون، الجدي، خلوني أشوف، الجوزاء، صح الجوزاء موجود، الدلو، العقرب، صراحة كل الطاقات موجودة، بس شايفة الحمل، الثور، الأسد، الميزان، الجدي، العذراء، الجوزاء، يعني في طاقات أكثر. ففي عندك يعني بداية جديدة مع شخص ستشعر معه بالأمن والاستقرار، يعني لأني عم شوفك لأنك قادر على تخطي العقبات، ولكني يعني شايفة إنه الحبيب يعني متمسك يعني بموقفه وبيفكر فيك، فكأني شايفته وأصبح بعد الشي اللي صار أكثر حكمة واتزان. كذلك شايفة الشخص هذا يعني كأنه تعبان من موضوعه، فإذا كان متزوج فهو يعني تعبان من الوضع هذا، وشايفاه بيفكر بالزواج، بيفكر فيك يعني حقيقة، فممكن يكون بيفكر يعرض عليك زواج يا برج السرطان، لأني شايفاه غير راضي عن الشي اللي صار، الشخص هذا غير راضي عن الشي اللي صار. في منكم اللي مطلقين وحاملين مسؤولية ثقيلة، شايفاهم يعني أصبحوا منغلقين على أنفسهم، وبعدهم عم بيراجعوا الشغلات اللي صارت، ولكني شايفك كأنه بعده في مشاعر يعني عندك تجاه الشخص هذا، فالورق بيدعيك إلى التقرب إلى الله والصلاة والدعاء، ويدعوك للنظر إلى ما حولك خارج الأفكار السلبية، لأنه بيقول لك أنه في تغيرات إيجابية جاية بطريقك، وفي عندك بداية جديدة، فلا تترك الفرص يعني تضيع منك.
فحقيقة في منكم اللي ما كان متوقع إنه الحبيب راح يعرضه لخيبة أمل، سواء كانت خيانة أو حبيب تركك واختفى أو اكتشفت طرف ثالث أو الشخص هذا تخلى عنك، لأني شايفاك بعدك متأثر بالشي اللي صار، واخد جنب كأنك مش مستوعب الشي اللي صار. شايفاك يعني بعدت عن التجمعات وحتى عن الناس، يعني في منكم اللي بعد عن الناس والتجمعات لأنه الشخص هذا يعني كأنه كان مهم عندك، وصرت عم تفكر بحالك، يعني شايفاك متضايق زعلان، يمكن لأنه الشخص هذا يعني أنت عملت شغلات كثيرة علشانه أو حبيته بصدق وكنت شايفه شغلة كبيرة، أو العلاقة أخذت وقت يعني السنة أو تجاوزتها أو سنوات يعني. ولكن رغم هذا الشي يعني شايفاك إنك ماشي ماشي وعم تشق طريقك لحالك، كأنك حامل هم على ظهرك، شايفة يعني إحساس، يعني إحساس بالافتقاد. فأنت مفتقد الشخص هذا، يعني حبيته كثير وكان بالنسبة لإلك شغلة كبيرة، ولكني أحب أقولك أنك راح تطلع من الإدمان هذا، من مشاعر الإدمان والطاقة السلبية اللي كنت فيها، وراح تنهي الصراعات اللي كانت عم تتعبك، وكذلك طلعت لك يعني وراح تخلص من الشغلات هذه اللي تعبات. كذلك شايفاك يعني راح تنهي التعلق أو التفكير في العلاقة كنت فيها تعبان، يعني خلاص راح توقف على رجليك، كأنك راح تطلع من علاقة غير صحية لا تشعر فيها بنفسك. كأني شايفاك ماشي بطريق غير واضح، وجيتك ورقة إليمينيشن، الورقة هذه في عندها معنى كبير، فهي تدعوك للتأمل، لأنه بيقلك أن القط مثل ما بتشوفه هون، القط قاعد، القط يعرف أن الشمس هي الشمس وهي تغذي كل الكائنات وتوفر الدفء، هو لا يشكك في وجودها، إنه يتأملها فقط. أحيانا تكون الإجابة مباشرة أمامك، فيجب أن تتأمل بداخلك، يعني أن تتأمل الشغلات اللي جواتك، وسوف تشعر أن كل شيء يتناسب فجأة معك دون فعل أي شيء بطريقة مختلفة. فلنفسر الفكرة هذه أكثر يعني باللغة العربية، فسوف تشعر أن كل شيء يناسبك فجأة تماما دون فعل أي شيء بطريقة مختلفة، فأنت يعني بصدد إيقاظ شيء ما بداخلك، يعني في شيء راح تكتشفه جواتك، بيقول لك فقط ألقي نظرة واشعر بالضوء الذي يشع بداخلك، إنه موجود، إنه موجود وكان دائما، فقط تذكر ذلك. الورقة هذه عندها معنى كبير لإلك يا برج السرطان، وهي ما إجت صدفة لإلك، يعني في رسالة، يعني أنت جواتك في شغلة أنت لازم تكتشفها. فعلى
عموما شايفاك منتصر يا برج السرطان، بعد خيبة أمل، وفي عندك بداية جديدة وأخبار جديدة يا برج السرطان، بالرغم من الشغلات اللي صارت، وبالرغم من إنه ورا الورقة عم شوف في منكم اللي مطعون، يعني برغم السيوف أو الظروف اللي صارت، عم تطيح الشتوية، وهذا فالخير عليك يا برج السرطان. شو طالع لك بعد؟ طالع لك في بداية جديدة جاية بطريقك، فبديك تتفائل، بديك تغير، يعني تغير الشغلات اللي جواتك حتى مهما كانت الظروف. وفي أخبار حلوة، شفت؟ في أخبار حلوة جايتك يا برج السرطان إن شاء الله، فأنت قادر تتجاوز الوضع أيا كان يا برج السرطان. حقيقة أنا طولت في القراءة يدي لأني سحبت أوراق كثيرة، يمكن نص الأوراق أنتم ما بتشوفوها لأنه شوية هيك الأوراق دخلتهم مع بعضهم. فإن شاء الله خير يا برج السرطان، في شغلات حلوة جاية بطريقك، بديك تتفائل، لأن عم طول عم شفت في السرطانيات بيقولوا ما في هيك وصار هيك وصار هيك. إن شاء الله خير يا برج السرطان، لأنه مهما طال الليل أكيد بيطلع الصبح على كل الناس، وأكيد ما في شي بيضل على حاله. بس الشغلة الوحيدة اللي بدي أقولك إياها إنه بدي إياك تتفائل وتفكر تفكير إيجابي، لأنه دائما بيقولوا ما تفكروا به هو ما سوف تحصل عليه. فالقراءة كتير مبشرة، وإن شاء الله خير يا برج السرطان، وتحية للسرطانية.